صباح الورد عليكم وصباحكم زي الفل. ومعاكم النهارده طبعا فاطمه ابو علي في برنامجنا عيش وملح على قناتنا المتميزه لقمه هنيه. النهارده الاصناف بتاعتنا حلوه جدا للاطفال، بناكلها بره بسعر غالي لكن ممكن نعملها في البيت بسعر قليل جدا وضامنين نظافتها عامله ازاي. النهارده معانا صنفين بيتاكلوا بره في كل المحلات وغاليين جدا، معانا الاستريبس ومعانا الرز الريزو. يلا مع بعض نسمي الله ونشوف المقادير بتاعتنا. اول حاجه معانا نص كيلو صدور فراخ مقطعاها شرايح، معايا كوباية دقيق، معلقتين كبار نشا، وكمان معايا كوباية دقيق تانية، دي اللي أنا هعفر بيها الاستريبس بتاعي، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، معلقة كبيرة كاتشب، السمسم ده اختياري للتزيين، ومعلقة خل وزعتر وملح وفلفل، يبقى معايا توم باودر وبصل باودر وكاري وكركم. كل الخلطة دي كلها هنتبل بيها البانيه ونشوف هنعمل طبقة الكراست ازاي. بسم الله. طبعا البانيه بتاعنا احنا غسلينه كويس جدا بالخل والملح والليمون ومصفينه من المية. بسم الله. هحط البانيه بتاعي هنا، انا مقطعاه شرايح صغيرة وغسلاه كويس جدا. هبتدي هنا اضيف عليه معلقه كبيره خل، معلقه عصير ليمون، وهضيف ملح وفلفل. دي خلطه انا عاملاها على بعض ملح وفلفل وكبابه صيني وحبهان وورق لورا. وهضيف معلقه توم بودر ومعلقه بصل بودر، وكمان هضيف شويه زعتر، وهضيف معلقه مستارده صغيره. لو مش متاحه عندك ما تحطهاش، يعني هي مش اساسيه في الوصفه بس بتدي الوصفه طعم حلو جدا. هقلب بقى كل الخليط، مش هينفع بالمعلقه. انا ممكن اتبل الخليط كده زي ما هو واشيله في الثلاجه وبعد كده اعمله الخليط اللي هنتبل الخليط بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. ممكن نخليه في الثلاجه وممكن كمان نعمل منه شاورما بالطريقه دي. هنسيبه حوالي ساعة في التلاجة ونبتدي نعمله طبقة الكراست مع بعض. بسم الله. هو كده ممكن يقعد حوالي ساعة في التلاجة، لو انت مستعجلة ممكن تخليه من بالليل ونبتدي تاني يوم نقليه. لطبقة بقى الكراست احنا هنعمل كده خليط زي خليط بالظبط الزلابية. هضيف كوباية مية ساقعة. هتقولي ساقعة ليه؟ عشان المية الساقعة بتخليه كريسبي اكتر. وهضيف معلقة النشا وكوباية الدقيق. احنا هنا مش هنستخدم البقسماط خالص. وبرضك هضيف من التوابل بتاعتي اللي هي التوم البودر والبصل البودر. انا بقى هنا هحط فيه شوية سمسم هيديله قرمشة حلوة قوي، وشوية من الزعتر والملح والفلفل، وكمان هديله سنة كركم وكاري. بس كده. وهنقلبهم مع بعض، وكمان هضيف نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. انا هعمل خليط كده زي خليط الزلابية بالظبط. لو حسيت ان هو محتاج مية هضيف له، مش محتاج خلاص. وكمان لو محتاج دقيق هضيف له دقيق. هضيف له بس شوية دقيق كمان. بسم الله. بس كده. طبعا في الفترة دي هكون حاطة الزيت على النار. علشان نعمل اي حاجات مقلية لازم الزيت يكون سخن وغزير، علشان طبقة الكراست اللي فوق كمان ما تقعش، وكمان عشان يفضل مقرمش لحد اخر واحدة. كمان بقى انا بحب اضيف شوية كزبرة في قلب الخليط ده. برضو كان خلي الخليط ده على جنب ونوسع بقى لنفسنا كده. بسم الله. احنا هنستعمل الكاتشب والمستردة في الوصفة التانية.
لما تيجي تشتغلي نظمي دنيتك علشان تبتدي ايه تعملي كل حاجتك بدون ما انت تحسي ان الدنيا مكركبه معاكي. هجيب طبق نحط فيه الدقيق. طبعا الدقيق كمان بردك لازم ابهره، ما ينفعش كده احط الدقيق بدون اي ملح ولا توابل. بردك هضيف الثوم البودر والبصل البودر وحبه من الزعتر ومعلقه صغيره من الفلفل، ودي كزبره جافه. كمان هضيف شويه من الكركم والكاري. هقلب كل الخليط بتاعي كده بالشكل ده واظبط الملح بتاعي. بس كده هبتدي بقى اعمل ايه. انا هنا الخليط ده زي الزلابية، كمان البيكنج باودر هتخليه كده ايه مرتفع ومورق من جوه، تحسي كده ان الطبقه لما بتمسكيها تحسي ان هي عاليه عن طبقه الفراخ فما بتقعش من عليه. بصوا الخليط بقى عامل ازاي، زي خليط الزلابية بالظبط. هخليه كده وهبتدي اضيفه، هبتدي اضيف الفراخ على الخليط بتاعي. البس بس كلوفز. طبعا انتوا عارفين الاكلات دي غاليه جدا بره واولادنا بيحبوها، بتبقى مقليه بره احنا مش عارفين الزيت اللي هي مقليه فيه عامل ازاي. يا ترى بقى زيت نظيف اتقلى فيه كم مره؟ فرجاء يعني نعمل كل حاجه في البيت لاولادنا اصح وانضف وارخص كمان. هشيل بقى كده الاسباتول ده خالص. هبتدي بقى الخليط زي ما انتوا شايفين كده. كل ما بتخلي بقى الخليط ده في الخلطه في الثلاجه بياكل في بعضه، والملح والخل والبابريكا وكل التوابل بتاكل في بعضيها، فبتدي طعم حلو قوي للستريبس بتاعي. انا كده هاخد من الخلطه دي، يعتبر بيسموها زي خلطه الطنبوره، هاخد من الخلطه دي وابتدي احط على دي. بسم الله وهزها كده بالشكل ده وعلى الزيت على طول. بصوا لازم اسمع الصوت بتاع الزيت، يبقى كده الزيت بتاعي سخن، يبقى كده الطبقه اللي على الوش مش هتقع مني. احنا ممكن نروح هناك عند البوتاجاز. بسم الله. كمان ممكن انت تتبلي التتبيله دي كلها وتحطيها في الدقيق وتقلي مره واحده. طبعا علشان وقت البرنامج وما عطلكوش معايا هنقليه مع بعض كده بسرعه. بسم الله. البيكنج باودر بيديله قرمشه حلوه قوي مع النشا. بصوا كل ما بيكون الزيت غزير وسخن بسرعه الطبقه بتقفلي على طبقه الفراخ وبتقرمش معايا، واعملوا الحركه دي هتعمل قشور لقطعه الفراخ بتاعتي. كمان من الحاجات المهمة ما تحطوش كتير في الزيت علشان ما يطراش معايا. نشوف الزبدة. احلى حاجه ان الزيت يكون سخن وغزير. طبعا في الفتره دي هكون محضره الطبق اللي انا هقدم فيه، هحط فيه مناديل مطبخ ضروري. ممكن نخلص الكميه في الطبق. لما نحط المناديل في الطبق هنخلص كل الكميه اللي هنحطها على الطبق اللي احنا هنخرج فيه، وطبعا بقى نقدمها مع كاتشب مع مايونيز
ممكن نعمل ميكس بين الكاتشب والمايونيز كمان، ممكن نقدمها كمان مع الطحينه. انا عايزه بس اوريكم الشكل، بصوا القرمشه، بصوا هيا يا شباب اني كاميرا معايا، بصوا اول ما تقلي شويه نعمل شويه كمان. بسم الله. اعملي بقى حفله في البيت بقى كده لاولادك بالليل، عشوه حلوه، غدا، نجيب قيصر وكابوتشي وخس وخيار وطماطم، هتلاقي نفسك عملتي وجبه في البيت حلوه جدا وموفره، وكمان لميتي ولادك في الشتاء الجميل ده بقى الساقعه، عايزه الحاجات الحلوه، اكله حلوه، نشوي بطاطا، نعمل فشار. هو معاك اسمعي بس، مش مشكله، انا هو. نبص على الفراخ بتاعتنا ما شاء الله، بسم الله، بصوا الجمال. هنصفيها كويس جدا من الزيت. انا قبل ما اطلع فاصل طبعا هوري لكم الشكل بتاعها مقرمش ولونها تحفه. بسم الله. مش قادر اقول لكم على الريحه، والله ريحه تحفه تحفه. بسم الله. عايزه اقول لكم حاجه كمان، ان النشا بتبطئ شويه من سوى الفراخ، فدي خطوه مهمه. ليه؟ هتخلي لي الفراخ تبقى كريسبي وفي نفس الوقت تستوي من جوه، وما تاخدش اللون بسرعه، تبقى مستويه من بره وهي الفراخ بتاعتي نيه من جوه. بصوا اللون عامل ازاي. انا بقى هخلص بقيه المقدار كله اللي معايا، هنطلع فاصل صغير ونرجع على طول، انتظروني فاصل صغير وراجعين على طول. بعد ما قلينا جزء من الستريبس بتاعنا، بصوا المنظر تحفه. يلا بقى نكمل الباقي مع بعض. كمان وانا بقلي عايزين نبتدي في الوصفه الثانيه اللي هي الريزو، عشان نخلص بسرعه الوصفتين مع بعض. اتعودي وانت في البيت تشتغلي في كذا صنف، علشان في نص ساعه ساعه تكوني خرجتي من المطبخ. انا هسيب الجزء ده يتقلي شويه ونروح نشوف مقادير الريزو بتاعنا. بسم الله. لمقادير الريزو شوفي كمية الرز اللي تناسبك. هنا أنا استخدمت كوبايتين رز مصري غسلاه ونقعاه حوالي نص ساعة، ومعايا معلقة كاتشب، معلقة مستردة، بصلاية كبيرة، معلقة توم بودر، معلقة بصل بودر، ومعايا ملح وفلفل وكاري وكركم، وكمان معايا سكر، ومعلقة زبدة ومعلقتين زيت. دي كل المقادير بتاعت الريزو بتاعنا. لو عايزاه كمان يبقى لونه أحمر أكتر، ممكن نضيف له بابريكا. اول حاجه هحط حل على النار تسخن كويس جدا، وهضيف الزبده والزيت. بسم الله. اول ما تسخن كده واشوف الزبده ساحت هبتدي اضيف البصل. بسم الله. الزيت فايدته بقى ايه؟ ان هو بيلمع لي حبايه الرز وبيغلفها، فبيخليها ما تبقاش متعجنه، وفي نفس الوقت بتلمع من بره ومحافظه على الطراوه بتاعتها. اول ما الزيت كده بيسخن والزيت، هبتدي اضيف البصل. بسم الله. انا عايزاه كده ايه، ياخد لون ذهبي شفاف. ونرجع للستريبس. بسم الله. انا نفسي بس تسمعوا صوت القرمشه، بصوا سامعين. يا سلام بقى لو تبقوا معانا في الاستوديو وتشموا الريحه التحفه دي.
ساعتها لما تعملي الحاجات دي في البيت مش هتحتاجي انك تروحي اي محلات. انا مش بقلل من شأن المحلات اللي في الشارع، ده رزق طبعا، بس ما فيهاش حاجه لو نعمل كل حاجه في البيت لاولادنا، يعني مش هيجرى حاجه. اولا ضامنين نظافه الزيت ونظافه الفراخ اللي احنا عاملينها والمكونات كمان اللي احنا حاطينها. بسم الله، بصوا المنظر. نرجع للرز بتاعنا، احنا ممكن نحطه على النار دي شويه. خدها معانا هناك، ايه الغلابه ديت؟ نرجع للستريبس، نشتغل ايه مع الحاجتين. نجيب بس الزيت شويه كده علشان مش عايزاه كمان يسخن ويتحرق معايا. نرجع للستريبس، بسم الله. هنعمل كذا واحدة ونحطهم مع بعض. على فكرة الخليط اللي انا عملته اللي هو الطنبورة ده ينفع كمان للسمك الفيليه، حلو قوي مع السمك الفيليه. ويا سلام بقى لو تضيفي معهم بقى شوية شبت، الشبت مع السمك بيدوا طعم تحفة بصراحة. نرجع للبصل، علشان بقى احس بطعم الحاجه هبتدي اضيف الثوم البودر والبصل البودر. اول بقى ما اشم ريحه الثوم والتوابل بتاعتي بتعرفي انك انت هتطلعي اكله ملهاش حل. ومعلقه كاري وكركم، وكمان هضيف معلقه سكر. اللي ما يحبش يضيف معلقه سكر ممكن يضيف معلقه عسل اسود او صويا صوص، وكمان ملح وفلفل. يا سلام على الجمال. اول ما احس ان البصله بتاعتي شقرت كده والريحه طلعت وريحه الثوم والتوابل هنزل عليها بالرز على طول. بسم الله. انا عايزه اقول لكم ان الرز المصري كل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه، ومن اهم خطوات نجاح الرز ان انا اغلفه بالزيت كده زي ما انا بعمل، وكمان احط له ميه مغليه. اوعي تحطي على الرز ميه ساقعه، هتلاقيه عجن معاكي. بس بالشكل ده، ونظبط الملح بتاعنا. عايزينه بقى كمان لونه اغمق من كده شويه، هنزود حبه كركم وكاري. بس سامعين صوت التحميصه دي؟ دي التحميصه اللي انا عايزاها. ابتدي اضيف الميه. بسم الله. بس كده. طبعا بخلي النار عاليه عليه في الاول، واول ما يتشرب ابتدي اعلي النار. نرجع الزيت على النار كده على العينيه الثانيه. انت ممكن تعملي كذا اكله يعني في وقت واحد. بسم الله. ابتدي بقى اكمل الاستريبس بتاعي. انت ممكن كمان الخطوه دي تعمليها، يعني تغلفي كده الاستريبس بالدقيق والنشا والتوابل والحوارات دي كلها، وتخليها في طبق مفرود، طبق كبير، نحط عليه كيس مشمع اللي هو كيس التلاجة ونفردهم. رجعنا من الشغل نقلي على طول، مش هياخد معانا اي وقت. بسم الله. نشوف كده الزيت. كمان علشان الدقيق ما يبهدلش الدنيا كده ممكن نفرد ورق زبده ونبتدي نتعامل عليها، هتوفر كتير جدا في نظافه المكان.
يعني تخيلي كده من نص كيلو ما شاء الله عملتي وجبه محترمه لاولادك يعني، وكوبايتين رز اكلتيهم احلى من اكل اي مطعم بره. بس كده الباقي ده كله بقى هحطه هنا. وكل ما تعمليه في طبق غويط من زمان عامله كده الدنيا تتلم معاكي اكتر بصراحه. بصوا ما شاء الله الزيت بتاعي شغال ازاي، والفراخ بتستوي بسرعة علشان الزيت سخن. احنا بقى ممكن نعمل ايه، نبدل الادوار. في ناس كتير جدا بتعمل الاستريبس بالبقسماط، ما بيبقاش مقرمش زي ما احنا بنعمله بالنشا والدقيق. النشا مع الدقيق مع البيكنج باودر مع التوابل بصراحه بيديله طعم تحفه وقرمشه ملهاش حل. هنبتدي بقى ناخد طبق التقديم كده ننضف حوالينا. نرجع تاني هناك. بصوا ما شاء الله نص كيلو طلع لنا كمية قد ايه. بصوا ما شاء الله، بصوا بقى هخلص بقيه الاليه اللي في الحله واوطي على الرز بتاعي، اهدي عليه النار شويه وهنبتدي نقدم طبق الاستريبس وهنستنى الرز نقدمهم الاثنين مع بعض. هنطلع فاصل صغير ونرجع مع بعض، هنطلع فاصل صغير ونرجع مع بعض مستنياكم. خلصنا كل الاستريبس بتاعنا وقدمناه مع على شويه جرجير وطماطم وفلفل. بصوا بسم الله ما شاء الله نص كيلو قد ايه، وكريسبي وتحفه ومستوي من جوه وروعه. بسم الله. هنبص بقى بص على الرز بتاعنا كمان ما شاء الله استوى وفلفل وريحته روعه. اكله بالظبط ما خدتش في ايدينا نص ساعه، هنقدمه بردك مع بعض. يلا بسم الله. بسم الله. بجد بجد ريحته روعة. كفاية كده نظبط بقى الطبق بتاعنا. بسم الله.
اهم حاجه اول ما الرز يتشرب نوطي عليه النار، يستوي بقى براحته ويفلفل. بصوا ما شاء الله، نجيب بس الحله دي شويه كده. ما شاء الله ما شاء الله، بصوا الجمال. احلى حاجه بقى الرواحي الحلوه دي في الشتاء. انا كمان بقى هنا هضيف على الستريبس بتاعي شويه سمسم، وناخد حتتين بقى ثلاثه كده نحطهم على طبق الريزو بتاعنا، نقدبه بقى مع الكاتشب مع المايونيز، نعمل سندوتشات، هنعمل حفله مع اولادنا النهارده. انا عايزه اقول لكم ان في صوت مسلح هيحصل على الطبق ده دلوقتي، هيبقى فيه هجوم دلوقتي. ده في حوارات. وخلصنا الوصفات بتاعتنا السهله جدا اللي ما خدتش في ايدينا نص ساعه. يا رب الوصفات النهارده تكون عجبتكم. عملنا الاستريبس وعملنا الرز الريزو اللي بنروح المطاعم علشان ناكله، هنقدمه مع الكاتشب مع سلطه الطحينه مع اي حاجه انت تحبيها ولادك يحبوها. ممكن كمان بقى نقلي طبق بطاطس كده محمر كده بقى مع شويه فلفل حراقين ويبقى زي الفل. الوصفة النهاردة سهلة وبسيطة. أنا طبعا منتظرة تطبيقاتكم على صفحة القناة لقمة هنية وعلى صفحتي البيج الخاص فاطمة أبو علي بالعربي وبالإنجليزي. أنا اتبسطت إن كنت معاكم، يا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم. كنت معاكم فاطمة أبو علي، وأسيبكم من الحلقة دي للحلقة الجاية، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.